الخبر الاولي عادنا عن بيسان والد شايب ونارين بيوتي وحتى وياهم موفلوكس وفاجأوا ويا حبايب انهم ما راح يسافرون للاردن عمود يحضرون خطبه احمد ابو الربويه صبا، وانما بيسان والد نزلوا في ستوريات كانوا وياهم هواي يوتيوبر رضا وسعود ريبورترز ونارين وموفلوكس، واعلنوا انهم حاليا بالسعوديه وبالرياض وراح يسوون اشياء كلش خرافيه ويا بعض. راح احطكم الستوري شوفوا احنا وين ان شاء الله اليوم راح نولع الدنيا بالرياض. طبعا معانا تيم الكل شاهد الكل حضر نارين بيوتي مبروك. طبعا حبايبي مخططين لإشي سبرايز، راح نطلع بفيلم على التفليكس. حاليا برهوم مراوي واخيرا رجوع قناته باليوتيوب اللي بها 2 مليون مشترك، فان شاء الله الف مبروك على رجوع القناه. ان شاء الله يا رب الله يديمها إله، وان شاء الله يرجع بقوه. واكتب لنا حبايب بالكومنتات شاركوا هذا الخبر وش قلتوا فرحتوا بهذا الخبر. ننتقل حاليا لمشكله يارا مراوي ويا ياسو. القصه كلها بدات يا حبايب لما ياسو قررت انه هي تحذف التيك توكات اللي كانت مصورتها ويا يارا من فتره معينه. هي مصورة تيك توكات وهي حذفتهم، فغلب المتابعين صاروا يتوقعون هي سوت هذا الشيء بسبب انه هي التقت ويا قمر وانه صار صور وياها وهي طلبت منها هذا الشيء. هذا اللي خلى يارا انه هي فعليا تعصب الضوج بسبب انه هي قررت انه تشيل الفولو عن ياسو همين بسبب انه هي حذفت التيك توكات ونزلت هذا الستوري كاتبه بي راح احاول اني اظل ساكته لان طفح الكيل. من واضح انه هي متضايقه، يمكن لان صار هذا الشيء ويا ايمو قبل وحاليا ويا ياسو. اكون اكتب بالكومنتات هل تشوفون ياسو حره بكيف تسوي اللي تريده او تشوف انه هي غلطت او هي من الحق بالضبط. روح حاليا لهارون نور مرقى حبايب تنزلون في ستوريات ويا بعض ويعلنوا من خلالها انهم تصالحوا بعد ما كان اكو خلاف بسيط نوعا ما صار ما بينهم حسب ما قالوا. على كل يوم قالوا حنزلون فيديوهات ويا بعض بوجه الشيء. اكون راح احطكم ستوريات شوفوها. طبعا اليوم صدفة حلوة هاروني نور. طبعا كلش مشتاق لك. والله صرنا سنة ونص تركت صح؟ سنة ونص جماعة تركته كان سنين، رجع ضعيف كثير. الله انا جيت تركني كان بيا اربعة من نور. هسه اني اضعف من نور. اي والله بيا نص نور. عموما هواية ناس تسأل تقول انه مزعلين انت ونور. صراحة نحكي انا بالنسبة لي اقول ماكو زعل، كان اكو عتب يعني بيناتنا. عزيز نور حبيبي احلى شرفنا حياتي و... شلون ايام الببجي يابا؟ نرجع نعمل لنا مقطع يلا ان شاء الله قريبا قريبا نعمل لكم مقطع على قناته تبع الجلادين جيمنج. نشوف بعد سنه ونص شو نسوي. اكتسح المره بال 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 بالوطن. تشتغل حاليا ام نور ستار يا حبايب تنزل هذا البوست اللي كانت كاتبه بيه انه هي حاليا شويه مريضه وحالتها شويه حرجه، فنتمنى من المتابعين انهم يدعوا لها لان صحتها شويه بخطر. اكل ان شاء الله يا رب تصير بخير ويا رب ترجع لنا باسرع وقت والله يديمها ويحفظها نور ستار. لا تنسون يا حبايب تكتبوا لها بالكومنتات انه الله يشفيها يا رب. بنختم يا حبايب عن التيك توك الضحك اللي صار بين نارين بيوتي وانس شايب على اساس انس شايب هو زوجها وانه هي نارين بيوتي اذا كانت 13 مليون وتزوجت شو راح تكون رده فعلها اذا طلقت. شوف بالناقص خرقة. بس والله حبايبي وصلت المقطع، اتمنى المقطع عجبكم. فجروا مقطع لايكات وبس عشان يكون فيزي مقطع من القصص احبكم. وطبعا المعلومه يا حبايب نزلت لكم مقطع على القناه الثانيه، كمي مقطع كلش خطير يعني، فبالوصف تلقوه روحوا شوفوه وبس. مع السلامه.